طالع فوق شايفين فين يدي؟ هنا، ما اطلع هنا، لا هنا. هذه البنات يطبع عندهم المدمع. اي وحدة عندها هالات لما تجي تفتحي بالهايلايت ما يكون فاتح، تمام؟ يعني عندك هالات مرة غامقة، حتى لو انت بيضة، حتى لو انت سمرة، عندك هالات غامقة اتجنبي شوية موضوع الهايلايت الفاتح بزيادة، تمام؟ ليش؟ انت عندك هالات غامقة خفيتيها 100% بالكونسيلر، بمجرد ما حتحطي عليها لون مرة بزيادة فاتح خبصتي الدنيا، تمام؟ اذا حابة تكثري اوكي انا اقول لك سوي كذا عادي، تكثري طبقات وتكثري الكمية عادي ما راح يفرق، بس نبغى احنا تغطية طبيعية، نبغى تغطية خفيفة، ما نبغى نكثر كونسيلر، فهمتوا؟ فراح استخدم الهايلايت، شوفوا درجته عليها، تمام؟ مو مرة فاتحة، ونفس الشيء على فكرة المفروض ترى كان احطه طبطبة مو مسح، تمام؟ ليش احطه طبطبة؟ عشان لا امسح لو في حبة، لا ارجع ابينها، خلاص؟ شايفين معاي البشرة؟ حياة. بروز هذه الحبوب يخف مرة وشبه ينعدم ويختفي لما نحط الباودر، فاللمعة اللي بالفاونديشن هي اللي تخلي بروز الحبة هذه ترى واضح أكثر، عشان كذا كثير تقول ليش ما أحط فاونديشن تبرز حبوبي؟ تبرز حبوبي لأنه لمعة الفاونديشن هي تظهرها. تمام؟ حاجة أول مكان أحط عليه اللوس هنا، وأبدأ أروح على كامل الوجه وشوي شوي أجي قدام، تمام؟ بهذه الطريقة ما أجي تحت العين على طول دايركت، شايفين؟ لسه تحت العين ملمع، لو حطيت عليه باودر بهذه الطريقة غمق معايا مرة، لازم تبرد معاكي منطقة تحت العين والموية أو اللمعة حقت الكونسيلر تطفي وبعدها أحط اللوس طالع من فوق، وما أجي أقطع من هنا كمان أبدأ اللوس باودر من هذا المكان، لا أجي من هنا، شايفين كذا 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 شويتين شويتين، وأخفف مرة تكون كمية خفيفة، تمام؟ أنا كذا بس كأني ثبتت المنطقة، طفيت لمعتها بقليل مرة لوس باودر، فالحين لو أجي آخذ كومة لوس باودر وأحطها تحت عينه ما راح تتأثر المنطقة ولا راح تغمق، لأني خلاص الشيء اللي كان حيسوي لي الغمقان هذا نشفناه كمية مرة قليلة من اللوس باودر. فشايفين دحين لأني طفيت اللمعة اللي كانت موجودة وثبتها، فالحين حتى لو آخذ كمية أعلى ما راح يفرق معاي، تمام؟ بس مو شرط ما نحتاجها. طالع فوق حنرجع نبدأ من نفس المكان ونثبت، شايفين كيف؟ ما صارت معانا الوعاء الغامق اللي تصير مع الأكثرية، تمام؟ دحين فعليا لو آخذ كمية أكبر وأحطها ما راح تأثر، لأن خلاص أنا المنطقة عندي تثبتت. تمام؟ شايفين؟ نورت. نثبت مو طبقات، هذا اللي أنا قاعدة أسويه، هذه مراحل، فهمتوا؟ فنثبت على كذا مرحلة. أكثر حاجة تطلع لك، يعني يطلع لك تحت العين مرة نظيف، مرة نظيف إذا ثبتي على مراحل، مو حطيت الكونسيلر تشيك بو وحطيتي اللوس باودر، طبعاً بيصير كذا لطعة غامقة وكرمشة تحت العين، حتصير في خطوط ما هي حلوة، وإيش بيصير معاكي كمان؟ يا ريت بس كذا. تكوني حاطة كمية كونسيلر مرة عالية، ثبتي بنقطة لوس باودر، الكونسيلر امتص هذه الباودر ساعة ساعتين، طبعت المسكرة، رجع خلاص ما كان في باودر، لأنه كمية الباودر ما انحطت على مراحل، حطت على مرة واحدة كمية قليلة. شايفين؟ بالعكس كل ما بزيد لوس باودر بتنور المنطقة ما بتغمق، فهذا هو أكثر سؤال يجيني، ليش ما أحط لوس باودر تحت عيني فجأة تصير بقعة غامقة؟ هذا حلها. البلت اللي قاعد استخدمه من نارس الوان مرة حلوة بنات، شوفوا معاي مرة تجنن الوان، تمام؟ هذه الدرجة اللي بستخدمها، شوفوا كيف معاي مرة الدرجة حلوة. لاحظوا فين قاعدة أحط الشدو؟ هنا، مو قاعدة أرجع، شوفوا كيف أعطى طالع في الكاميرا معانا، شوفوا كيف لسه ما كملت، كيف إنه العين صارت كذا، كذا يقولوا أنا عيني غايرة كيف أخفي غوار عيني؟
ما ادري ايش نفسي اسوي فيكم، نفسي كذا امزقكم اخنقكم اقول لكم عندكم شيء ما شاء الله تبارك الله شيء جميل مره حلو، العين الغايره مره جميله انا اشوفها من اجمل العيون، ليش تخفيها؟ ليه ليه ليه؟ مين قال؟ مين قال؟ فجمانة ما شاء الله تعتبر عينها غايرة لأنه هذه العظمة بارزة. أنا في نظري وأي وحدة دائما تطيح بيدي عينها غايرة أحب أعتمد لها هذا الشدو يجمل يحلي مرة تمام، اللي هو بس من هنا مو فجأة ليش تحطه غامق هنا على الكسرة وتخ ما أدري نساعد أحسن خلاص أنا أحب كذا حلو. شايفين كيف الشدو جاي بس من الطرف مرفوع؟ أنا أحس لو حطيت بس الموش طرف كذا صار يجنن، حتى لسه أنا مو مكملة وصار مرة حلو. شو مرة فرق؟ أنا دائما يعني أدور طرق إن أنت كيف أسحب عيني بس ما توقعت إني دي الطريقة تسحب. أنتي بالذات مرة كمان لأنه عندك منطقة في الصدر هنا شايفة؟ كذا أصلا مرة تساعد الحركة يعني استغلي هذا الشيء. شفتها هنا هي يعني شايفة هنا مثلا كيف؟ أنت لو كملت الشدو كذا تمشي على الخط هذا هنا فاتح زي ما سويت هنا شوفي شايفة هنا تحت الحاجب هذه هذا فاتح وترفع الشدو. الشيء اللي أنا يموتني الحين إحنا نلاحظ هذا الشيء هذا عظام عظام الفك عظام الفك عظام الوجه تمام، هذه منطقة الصدر هي هيكلها جاي كذا، فأنا مشيت على الشدو على هيكلها رسمتها وطلع مرة حلو. في بنات تيجي تقول لا ما سحبت عيني ابى عيني مسحوبه على برا ابى اوصل الشدو لين برا، فايش يصير؟ طب في بروز اصلا يعني هذه خلقه العظام اللي موجوده جوا، انا لو مديت الشدو لين هنا ايش بيصير؟ بيصير كذا وكذا. عرفت دي الحركه اللي صارت معاك يا مان؟ اكيد لما كذا يصير الشدو عندك كذا وباين كذا مكسور مطب كذا في مطب، لانه هذه مو الرسمه اللي اصلا يعني كيف اقول لك اللي حقتك اصلا اللي تحديكي هذه، فمو عشان مثلا خلاص احنا شفنا مثلا شدو معين على ناس معينين او رسمات عين معينين حلو عليهم مثلا ترى بتطلع عليكي زي كذا مكسومه، انت الاحلى عليكي كذا اللي يجي مرفوع طلع عليكي احلى كثير من لما انا اسحب. والله بنات بدون مبالغه لو كل واحده تطالع مثلا في كيف عظامها مثلا عيني غايره مو لازم اخفي كيف ابرز هذا الشيء كيف احلي مو اخفي غوران عيني مو اخفي تبطين عيني، بس احنا ما نزود يعني ما نزود غوار ما نزود تبطين ما نزود مثلا العين زياده واسع نزودها وسع، كيف كل واحده تعرف انها هي تبرز الشيء الحلو هذا فيها. يعني زي ما شاء الله تبارك الله كيف انها رسمت عينها جايه شوفوا هنا وشوفوا هنا، فهمتونا هذه الفكره اللي انا اقول لكم عليها، انه هي دحين انا من نظري من ذوقي انا ما اشوف ان انا اسحب لها الشدو مره على برا هناك، بس بتصير معايا هذه القسمه. ف في ناس تحب الا الا تسحب عينها كيفها، بس انا اقول الاجمل لها كذا صح. انت توافقين ولا مجملت لك؟ لا والله ما سلك لانه من جد انا شايف الفرق كيف صح. ايوه من انه يكون مسحوب ومكسوم كذا في زي الظل كذا تحسي انه العظم مو حيجي حلو. اي بالضبط هذا هذا اللي انا بوصله. حنيجي دحين لللاينر، كيفك في اللاينر؟ ما اعرف ما تعرفينه؟ لا ولا اعرف اصلا الرسمه المناسبه لنفسي. والله يا جماعه حترجعي البيت اول ما تسويه تكلميني بيجي الدكتور اليومية اصلا خلاص تزبطيني مره لازم. شوفوا اللاينر بنات مره سهل، اليوم بستخدم معاكم لاينر نارس مره حلو سواده حلو. حنسوي لاينر طرف وهو اللاينر اللي بقلها، انه احنا ما راح نمشي على كل العين طبعا عشان لا تدور. يلا وش بسوي الحين؟ لا طالع طالع ستريت، انا اي وحده اسوي لها لاينر لازم طالع من عيني تمام، بس احنا دحين في الجنب فحسوي لها من الجنب. عينك او عيني اللي تسوي لها تكون مفتوحه طالع ستريت. ليش اقول لكم طالع ستريت؟ عشان طلتها ستريت انا ابغى اللاينر كذا، انا ما ابغى اللاينر وهي طالع ستريت معفوط فهمتوا؟ فهي الحين بتطالع ستريت، اقوم انا ارسم اللاينر بهذه الطريقه ارسم الخط تمام، هذا الخط هو لاينري انا حلو. طيب اجي بعدين انا لو جيت رفعت العين من هنا قفلت العين صغرت يعني لو جيت سويت كذا قفلت العين انا ما ابغى العين تقفل، فاسوي مدى وهمي الشيء هو ايش؟ طالع فوق شايفين هذا خط العين طالع سريت في هذا اكمل عليه طولت العين انا يعني ما رفعت اللاينر من هنا سويت اهم خطين هذه الخطين اذا سويتيها صح كل لاينر صح تمام. هاجي اكمل هنا هذه اقدر ارفعها فوق
خلاص هذا اللاينر حرفين. أمي راح أنسى وأعبي. شفتوا؟ طبعا هذا الفراغ اللي تشوفوه لازم، لانه هذا هو سحبة العين. ظفر انكسر. لاينر انا دائما ما في هنا ما عبي، شايفين اسيب دائما سبيس بسيط بين اللاينر وبين الرموش. لاحظوا الحين من بعيد كيف العين ارتفعت على فوق مرة كمان مو شوية، صح ولا لا؟ فرقي. شايفين هنا العين كيف نازلة؟ ترى كذا حلو، يعني ما اقول لكم مثلا لا المفروض ترفع، لا هو عشان احنا كلنا نحب السحبه والرفعه، تمام؟ فحابه انك انت تخليها كذا برضو لوك وحلو. بس احنا نتكلم اليوم عن سحبه العين ورفعتها، انك انت تسيبي بسيط سبيس بسيط مره بين اللاينر وبين رموشك، لان انت بتركبي الرموش فوق فبتديكي هذه الرفعه حقت العين. خلاص هذا هو اللاينر سهل. حتطبق سهل ما بتبوزه. البنات اللي يقولوا ما نحب البوزة، أنا أحبها تبين كذا وبس. لو تلاحظوا البوزة مو سودة مرة، يعني مو مرة سودة ولا عريضة، فجاية العين كأنها مشقوقة شق وأنا راسمة عليها كأنه هذه هي شقتها، فهمتوا؟ ما أحب البوز عريض، ما أحب البوز أوفر متين، ما أحبه مرة نازل، يعني يجي كذا نازل أو يجي مثلا مرة ستريت كذا. أحبه ما على ماشي، على مشية العين، العين الطبيعية. فبهذه الطريقة يكون مو مرة سواد وقوي، كأنه هي خلقة العين كذا وأنا بس راسمة عليها، فهمتوا؟ هي بتحط المسكرة دائما بهذه الطريقة. شوف بوريكي حركة أنا أسويها جمانة، وبالله ما تسلكي أنت منو قاعد ترفع فيها السماء. أباك تجربي الحركة حقتي حقت المسكرة، وبالله عليكي لو حسيتي من جد فرق قولي في فرق، لو ما حسيتي في فرق قولي ما في فرق، يعني فعلا فرقت معك النتيجة. أباك تسحبي عينك كذا، هاتي المسكرة كلها تمام، أباك تسحبي، لا هذه اسحبي مره اكثر شيء، ايوه، ومسكري دحين. لا شوفي شوفي العين كيف مسحبتها، يلا يلا افتح اي مره مره اسحبي ومسكري. والله ان في فرق، مو بس لك بس من جد، صح؟ حس حط عيني اكثر، مره تفرق بالحركه لما تسحب عينك وتمسكري من جد، من جد تطلع الرموش والعين مسحوبه من جد، مو مزح. طيب استخدمنا هذه المسكره حقت نارس السوداء، انا هذه شخصيه مره احبها، هي والحمراء بس امانه هذه مره مره احبها. طيب دحين مسكره عينها باول يعني كوت يعتبر، تمام؟ يعني ما رجعتي دخلتيها وحطيتي. الحين ايش بنسوي؟ بنستنى العين شوي تبرد عشان نعطي كثافة أكثر، وبحط لوس باودر. أكثر البنات تشتكي خفة رموشها من قدام، صح؟ أباك تحط اللوس باودر من هنا، شايفتها؟ لا بس أنت بتكون اللوس باودر كثير، يعني كذا شايفة؟ تكون تقريبا كذا عشان ما تطرطش تحت، أي؟ شوفوا دحين النتيجة ما شاء الله كأنها فعليا مركبة. ايه هذه لازم. مرة فرق. طيب دحين ما كنت مسكري لي مرة الطرف وكذا، يعني عينك مرة تكون كذا ومسكرة، يعني آخر حاجة بالمسكرة بعد ما شوي تبرد تمسك صباعك من هنا، شايفة جمالة؟
من هنا اسوي بس اصحك تسوي في كل العين يعني لا تجي وريهم كيف لا تجي اللي قصدي وريهم كيف انا مسوي يعني ايوه لا تسوي كذا هذه حركه حدور لك عينك بالعكس بالعكس ايوه احنا نبغى هذا الرموش مكانها ما نبغى نرفعها عشان لا تصير العين مدوره نبغى العين من هنا كذا احنا نبغى الطرف اللي مره مفتوح ومن الطرف ايوه على فوق من النص لا ترفعي بس شوفي كذا جمالي كذا اريح حتى لك اي بس كذا وغمضي كذا شوفي حط يدك ترى لسه نازلة أنا أوريك تعالي فوق 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 يلا أمضي كذا هذه الحركة الصح لو مرة تكرهي الشدو تحت العين اللي هنا لو مرة مرة تقولي مستحيل أحط ما أحبه أكرهه ما يعجبني بس شوفي معاي الحين هذه الفقرة حطي شدو إذا مثلاً بلونك بلون جمانة بيضة حطي لون على جري بسيط جري فاتح مره اللي ما كانك حاطه شايفين اصلا تحت عينها كانه جري هنا شايفين لون مره بسيط هذه الحركه ترى مره توسع العين ما في لون ما في شيء بس ترى مره لو مره تكره الشدو تحت العين اللي هنا لو مره مره تقولي مستحيل احط ما احبه اكرهه ما يعجبني بس شوفي معي الحين هذه الفقره حطي شدو إذا مثلاً بلونك بلون جمانة بيضة حطي لون على جري بسيط جري فاتح مرة اللي ما كأنك حاطة شايفين أصلاً تحت عينها كأنه جري هنا شايفين لون مرة بسيط هذه الحركة ترى مرة توسع العين ما في لون ما في شيء بس كذا مسحة بسيطة طالع فوق ترى هي هنا عندها موجودة لأنه أنا ما طلعت بالكونسيلر من فوق تمام شوفوا كيف توسع العين وخليه شوية عريض وخفيف اللون مرة لا تثقلي خلي اللون خفيف مرة توسع العين شايفين كيف تتوسع مو محددة مو خط نحيف خط نحيف ترى مو حلو مرة تحت العين يصغر شيء كذا مدموج واسع وخفيف نفس تكنيك المسكرة أنا المسكرة اللي من تحت بنفسي لازم أحطها بس من فوق لما تيجي تمسكي رموشك مسكري من الجذور بالضبط يعني امسكي من منابت جذور رموشك ومسكري بالعكس كثري في المنابت الرموش السفليه لا تسوي كذا طالعي فوق كثير اشوف بنات تحط المسكره وتغمض عينها مش كانها بتكحل لا عشان عينك لا تصغر مسكري بس الاطراف وخري مره عن الجذور السفليه لانه ايش بيصير معك بيصير معك زي الخط بتصغر العين فحاولي دائما بالعكس المنابت هذه وخري عنها بس كذا مشطي ومن تحت اذا كان شهبت بباودر او شيء ما عليه اعطي مسحه كذا مسحه بس انه اكثر شيء ركزي عليه من تحت عشان يصير لك خط اسود كأنك مكحله وتقفل العين وتصغر شوفوا معايا شايفين كيف تمام ممكن حتى بفرشه نظيفه ما فيها حاجه او ملقة رموش او اي شيء عندك طالعي فوق بس كذا سوي بس كذا شوفوا على طول ثبت كذا تجمعيهم مع بعض يعطيها كذا شكل حبات اسمك انا شخصيا اكره شيء اسمه كحول بيج ما احب اشوفه على العين بس موجود في كل لوكاتي وكيف اسويه طالعي فوق بنات مره شيء مسحه من الطرف مستحيل اقدمه كذا على طول بس من هنا طالع فوق وهنا تحت اللاينر شايفين مرة مو مبين بس مرة اعطاها كذا شايفين البيج هذا اللي هنا صار على كذا والكحال البيج اللي تستخدميها ضروري تكون نفس بياض عينك يعني مو فجأة تستخدمي كحل البيج رايح على صفار بيصفر لك بياض عينك او تستخدمي شيء مرة ابيض كمان بيصفر لك عينك وما ادري كيف يخلي لونها الكحل البيج دائما حطيه على يدك لما تيجي تشتريه او ما ادري تصرفي هو انه اهم حاجه يكون قريب من بياض عينك لا افتح ولا رايح على سفر ولا شيء وعاده والاغلبيه يكون كحل البيج حقك مايل للجري نفس لون بياض العين الطبيعي البياض الطبيعي يكون بياض رايح على جري شويه الكونتور ودرجه الكونتور لاي وحده بيضه درجه على رمادي مره شايفين هذه الدرجه كيف جايه على رمادي بارد مرة عشان ما يبين شايفين
يعني كيف اللون حلو عليها، ما تكون درجة على بني ولا لا رمادي، زي الدرجة اللي وريتكم بني رمادي. تمام حاجة أسوي كده نحط هايلايت هنا وهنا شيء خفيف مرة إذا تبغي، معني أنا مو مرة أحبها شوي شيء بسيط هنا، يعني أكثر مكانين أحبهم هنا وهنا. لاحظوا معي ترى مو حاطة شادو قدام ولا شيء ولا نقطة شادو، شفتوني أصلا معاكم في التوتوريال حطينا الشادو بس كورنر وقدام ما حطيت نهائيا شادو ولا بيج ولا حاجة كذا لوك، يعني نص شادو عرفتوا، وأعطى بالعكس مرة جمال وأعطى كذا لوك خلاص اعتمدت على لون جفنها فهمتوا. الحين بنحط الكومباكت، ما راح أشيل اللوس باودر يعني هذه ما راح أنفضها لا لأني أصلا كمية قليل، بحط فوقها تعرف فوقها الكومباكت عشان الكومباكت لا تكون ثقيلة مرة تحت العين، لأنه هذه النفضة هي اللي تسوي الكرمشة هذه المزعجة. تمام 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 نسوي الطريقة كذا واجي كذا يعني تكون فيها كومباكت نسوي كذا. استخدم هذا الكونتور او هذه الدرجه من البرونزر من نارس، مره درجه حلوه للي حاب او اللي مثلا نفس لونها بيضة وحابه انك انت مو تعطي نفسك برونز، حابه انك تعطي نفسك كذا لون بسيط مره خفيف خفيف. تمام شايفين هذا اللي انا اقصده، تمام جاي ثاني شايفين هذا اللي اقصده لون كذا مره بسيط لون برونز بسيط عرفتوا، او كذا لون ما ادري هذا اللون على البيضه مره حلو فهمتوا، يعني حابه كذا تعطي نفسك كذا لون مو صفار ولا برونز كذا اوصف معك راحت مني لون كذا شويه ما ادري مش حلو مش حلو الدرجه